اليهود يخشوا على الناس وهم قاعد نايمين ويسحبوهم من بيوتهم ويطبوا فيهم قتل. والله أخوي سحبوه ورصوه على الحيط وبدهم يطخوه، وأنا من حريتي غصت على اليهودي من رقبته وخنقته ونتشت البرد منه. قال لي يخرب بيتك لا طخوكي هو، قلت خليهم يطخوني افداك، وخلصت أخوي منه. ابني رايح على إيرز، شدوا اليهود عمره 14 سنة طخوا ورموه وصار ينزف، جبنا مات. أساعد أولادي الفدائية، أساعدهم في كل طريق، أخبي لهم ووصل لهم وودي لهم وأطعمهم. الحاكم اليهودي أجاني وشحطوني وطبوا في كتل عند دكان السودق على السلت، وبعدين أنا وأنا جعلت حالي ميتة بالكذب، وشديت إصبع اليهود وقطعته وعضته بسناني، شدوني طخوني في رجلي رصاصتين، والشباب حملتني وودتني على المستشفى.